استاذ حلمي. ايضا تحيه لكل الجمعويين الاساتذه الحاضرين معنا اليوم، يعني كنجدوا الترحيب ونقول له مره اخرى اهلا وسهلا. المجموعه الغوانيه لخدمه القضايا الانسانيه وناضت وصاحت من اجل البقاء ومن اجل العطاء، نصل الان الى لحظه التكريم، تكريم هذا الميراث، نقول ميراث فني، عطاء وتضحية ونضال. تقدم معي أعضاء مجموعة السهام الأستاذ عبد المجيد مشفق، أيضا الأستاذ خالد غندي مشفق، والأستاذ عبد الله المشاوي، والأستاذ محمد بوداد، والمدير الإداري الأستاذ محمد حنين. نداء للأستاذ الفاعل الجمعوي المناضل الأستاذ حسن حلمي. تحية واحترام وتقدير لهذه النجوم المناضلة المعطاء، هنيئا لنا بهذه الأجيال. أناس يستحقون الثناء فعلا. تفضل معي رئيس جمعية الصرخة ليكون هذا التكريم المبجل بهؤلاء الاعضاء المبجلين ايضا. شكرا لكل حضور، تفضلوا استاذ تفضلوا. شكرا لكل حضور، قبل ان راهم مكرمين منكم، بلا ما كرموا حنا راهم مكرمين. قبل ما نعطي الهدايا وتكريم مجموعه السهام وكذلك الفاعل الجمعوي حسن حيبي، اذكر واعلن بدوره هذا المهرجان. هو كل مهرجان عنده دوره، وعطينا الدورة اسم هذه الدورة صديق فقدناه، مجموعة الصرخة فقدت واحد الصديق كريم معها، وكان من مؤسس مجموعة الصرخة في 1984، وعطينا باسم دورة المرحوم رشيد بوبوس الابن ديالو اللي كان حاضر معنا اليوم. في هذا التبقى اللي 15 يوم من هذا المنبر كنعطيو هذا الاسم هذه الدورة هذه. تفضل معنا الابن ديالو حميد بوبوس. هدايا هدايا رمزية متواضعة من مجموعة من جمعية الصرخة من وزارة التنمية البشرية للتنمية البشرية، وشي حاجة بسيطة نقولوا عليها إخوان. والأحسن هدية هو الحضور ديالكم. هدايا فاطمة بزاف نحلو ياك بغيتي نشوفو ياك. تفضل سي محمد كارلو. شكرا.
وحتى كاين اللي ما بحق مجموعة السهام ما مكرمين ما خصهمش الدكتور اللي عاش معاهم وصاحبوا في كل مكان وكل وقت هو الدكتور والصحفي حسن حبيبي. شكرا لجميع الصحة على تنظيم هذا المهرجان اليومي. أنا ملي كنشوف جمعية صرخة للتراث الأصيل بمحمدية تنظم مهرجان اليومي يحمل اسم الشباب ففي حد ذاته يعني هذه الإشارة هذه هو إعطاء مشعل لجيل جديد من الشباب لأنها الظاهرة هذه وإن كنت أسميها يعني تجاوزا ظاهرة لا يجب أن تموت. هي انبثقت من الأحياء الهامشية من الأحياء الشعبية. السهام هم أبناء حي هامشي والحي المحمدي لكنه حي عظيم برجالته ونسائه وكل الأحياء الشعبية اللي كتمثل المغرب الحقيقة. يجب أن نثق في كفاءتنا وهالكفاءات تبارك الله أش أعطتنا السهام أعطتنا السهوان المشاهد في الجلالة وأعطتنا الراجع كذلك. كلهم أبناء الأحياء الهامشية من بلاد السلطان أولاد الحي المحمدي ومن الدواوير الصغيرة كذلك المحيطة بالمنتشر في أحياء أنحاء المغرب. فهنيئا لكم. السهام يعني قلتي طلبتي مني وقت وجيز لا يمكن أن أتحدث عن هذا السهام في وقت وجيز. أنا دائما صديقي مشفق اللي هو تقريبا عندنا نفس السن لأننا خرجنا في نفس الكوليج وقلت ما لم يقله من نحفل الخمر في حقي في برنامج في الذاكرة وانا اتحدث على مشفق كنت اتحدث يعني انا اول مره كنبغي نتفرج براسي وانا كندوي على مشفق لان مشفق والسهام كما كنقولوا وكل الفنانين اللي كيتقوا بهم هذا البلد هذا لو طلبوا مني ان اقول كلمه وهما في سترة ديال الشوك ندخل عندهم ماشي غير في الخيط وهذا اتمنى لكم كل المسائلين على هذا المهرجان واتمنى لكم التوفيق وخصوصا اتمنى لكم الاستمراريه. شكرا جزيلا وهنيئا لكم التكريم. وندوزو مدينة المحمدية وما سمعت التصبيح الأول واش حاب تحبو حسن حبيبي الفاعل الجمعاوي اللي كيعرفو كاع الناس ديال المحمدية وباش نقول واحد الكلمة باش نقول كلمة بحق ولكن نعرف الناس اللي جاو الضيوف من قبل حسن حبيبي هو فاعل جمعاوي رئيس جمعية شحلة هو عطى وما خداش هادشي اللي غنقول فيه عطى الكثير وما خدا حتى شي حاجه. الفاعل الجمعاوي حسن حبيبي Thank you.
مازال كاينه هدايا اللي جاي غطس بين السيد بدو وزاره الثقافه على القربيده والمحمديه، مازال وجهي ثاني ان شاء الله. شكرا شكرا تبارك الله عليك. الحمد لله. مدرسة الجولان. يعني
أول تعيين ديالي في الخدمة ديالي، يعني أنا ديك الساعة باقي طالب عندي 18 سنة، أنا خدمت هنا في مدرسة الجولان في العالم، واليوم أنا كنتذكر هاد 36 سنة مع هاد الجمهور هادي ديال العطاء ديال العمل ديال في ميدان التعليم، يعني هاد المدينة العزيزة اللي في الحقيقة راها عزيزة عليا بزاف. شكرا، علاش شكرا. شكرا، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في المحمدية ومشاهد المحمدية. شكرا. سي حسن، غير غادي. أنا سعيد جدا وأسعد أيام حياتي أن أتوج وأن أكرم وسط مجموعة السهام التي أطربتني وأنا شاب. أنا شاب ديما كان كنكونوا قدام الغيوان فكنا كنستمتعوا به. فأنا سعيد أن أتوج في هذا السياق الغيواني اللي هو سياق الشعب الامتياز، والشكر الجزيل لجمعية الصرخة التي أوجدتني في هذه اللحظة السعيدة، الشكر الكبير لكل من شاطرني هذه السعادة التي أحسها، الأحباء الموجودين أمامي، أصدقائي من الجمعيات ومن المثقفين ومن الفاعلين، أخواتي وأخواتي وإخواتي في التعليم، كذلك أصدقائي في مقهى ألفا وأسرتي وجميع العاملين معي في مؤسسة التعليم الصرخية. سودة رشيدة، وكذلك مكتب الجهة ممثل في شخص الأخ شباك الروان والأخ سعيد السعيد. أحبكم جميعا وأهدي إليكم غابة من الطبل والورود. شكرا. تفضل يا سي حسن، تفضل يا سي حسن، نكملوا أمسيتي.